القصة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة من أبشع قصص الانتقام في مصر، والقصة دي هنحكي فيها عن ست خانت جوزها المعاق، لكن نهاية الست دي فعلا كانت غير متوقعة. هاتلك حاجة تشربها وتابع معانا التفاصيل للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله. القصة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي قصة حقيقية بالفعل وحصلت في مصر. بداية القصة لما كان في واحدة اسمها فتحية، وفتحية دي كانت من عيلة فقيرة، وعيلتها دي كانوا جوزوها لراجل بسيط شغال باليومية، وكانت حالته المادية مش كويسة قوي. وفي يوم من الايام الراجل ده كان ماشي على الطريق وفجأة عربية جت وخبطته، وطبعا الناس اول ما شافته اخدوه وطلعوا على المستشفى على طول. وفي الوقت ده العربية اللي كانت خبطة هربت ومحدش عرفها، وجيران الراجل ده اول ما عرفوا ان هو عمل حادثة وفي المستشفى تحديدا في الطوارئ، طلعوا يجروا على فتحية مراته على طول عشان يبلغوها الخبر. واول ما فتحية سمعت الخبر حرفيا كانت هتموت من الصدمة، لدرجة ان هي ما كانتش قادرة تصلب طولها في الوقت ده. وطبعا في الوقت ده زيها زي اي ست لبست هدومها وطلعت على طول على المستشفى اللي جوزها فيه. واول ما فتحية وصلت المستشفى الدكاترة قالوا لها ان جوزك دخل في غيبوبة، وبعد فترة مش كبيرة جوزها فاق من الغيبوبة. لكن الصدمة هنا في الكلام اللي الدكتور قاله لفتحية، والكلام ده ان الحادثة اللي جوزها عملها اتسببت له في شلل كامل في جميع انحاء جسمه. وفتحية في الوقت ده كانت كأن في جبل من الهموم وقع عليها، لان هي عرفت في الوقت ده ان هي اللي عادت شايلة البيت كله، ولازم ان هي تشوف شغل عشان تصرف على جوزها وعلى اولادها. واللي زعلها اكتر لما عرفت ان نسبة شفاء جوزها تكاد تكون معدومة. وبعد فترة من الموضوع ده فتحية هي اللي عادت بتلبس جوزها وبتدخله الحمام، وده طبعا بسبب ان هو ما بيقدرش يعمل ده كله بنفسه. وبيقال ان فتحية في الوقت ده ما كانتش مقصرة معاه في اي حاجة تماما، لكن ظروف العيشة في الوقت ده كانت صعبة جدا عليهم. وفتحية في الوقت ده فضلت تدور على شغل لكنها للأسف ما لقيتش، قررت في النهاية ان هي تشتغل خدامة في البيوت، وده عشان على الاقل تجيب مصاريف جوزها وعيالها. وكانت فتحية بتروح كل يوم تخدم وتنظف في البيوت وترجع على اخر النهار، وفي الوقت اللي هي بتكون راجعة فيه بتكون جايبة لجوزها وعيالها الاكل والدواء. لحد ما في يوم من الايام فتحية كانت في يوم راجعة من شغلها وشافها واحد في الوقت ده كان اسمه ممدوح، وممدوح ده كان شغال على العربيات المتجولة في الشوارع. ومن هنا بقى بدأت القصة اللي تسببت في كارثة في النهاية، لأن ممدوح في الوقت ده أول ما شاف فتحية أعجب بيها جدا، وفضل يسأل عليها كل الناس لحد ما عرف إن هي اسمها فتحية وبتخدم عند الناس. وطبعا ممدوح في الوقت ده كان عاوز يتقرب ليها بأي شكل من الأشكال. ولما ممدوح ده سأل عليها أكتر عرف إن هي متجوزة وأم لست أطفال. وفي الوقت ده ممدوح من كتر ما هو نفسه يقرب منها ويتعرف عليها قرر ان هو يأجر بلطجي ويقول له ان هو يروح ويقطع طريقها. وفي الوقت اللي البلطجي ده المفروض يقطع فيه طريق فتحية، ممدوح هيتدخل على طول، واول ما البلطجي ده يشوفه هيطفش، وده كان اتفاق ممدوح مع البلطجي. وفعلا نفذ خطته والبلطجي ده راح وقطع طريق فتحية، واول ما شاف ممدوح طالع يجري عليه راح طفش. وفتحية في الوقت ده قعدت تشكر في ممدوح ان هو ساعدها ووقف معاها، وممدوح عرف يسحب معاها في الكلام واحدة واحدة لحد ما عرف في النهاية ان هو يعطيها رقمه، وده بحجة ان هي تكلمه ساعة ما تخرج من شغلها عشان محدش يعترض طريقها، لان ممدوح في الوقت ده كان عارف ان جوزها مشلول، وكان عاوز يوضح لها باي شكل من الاشكال ان انت لازم يكون معاك راجل يحميكي، وان جوزك ده ما عادش منه اي فايدة تماما. وفي اليوم اللي فتحية كانت وقفت فيه مع ممدوح رجعت البيت متأخر، وجوزها سألها في الوقت ده انت كنت فين، وهي طبعا كانت جاية مشحونة اساسا، وقامت فضلت تزعق في وش جوزها وكانت كأنها بتعايره، وكان باين عليها في الوقت ده ان هي متعصبة منه جدا جدا. وفتحية طبعا في الوقت ده فضلت تقول له انا اللي بصرف عليك وبصرف على
على أولادك، فما تجيش تسألني أنت كنت فين ولا رحت فين، وسيبني باللي أنا فيه. وطبعا جوز فتحية في الوقت ده حس بالنار من جواه، لكنه ما كانش في إيده أي حيلة عشان يعملها. وجوز فتحية كل اللي قدر يقوله في الوقت ده إن أنا خايف عليكي وأنت بعد ده كله جاية تعايريني، وقال لها إن الحالة اللي هو فيها دي مش بإيده ولا بسبب ذنب منه، بل إن هو قضاء وقدر وهو رضى بيه. المهم إن في اليوم التاني ممدوح راح لفتحية في مكان شغلها وفضل مستنيها لحد ما خلصت وطلعت. وفتحية في الوقت ده أول ما شافته استغربت إيه اللي جابه في المكان ده. وممدوح في الوقت ده أول ما شاف فتحية خرجت من الشغل راح عليها على طول وسألها هو أنت ليه ما اتصلتش عليا امبارح؟ وفتحية قالت له في الوقت ده إن هي حصل مشكلة بينها وبين جوزها بسبب إن هي اتأخرت، عشان كده ما جاش في دماغها خالص إن هي تتصل عليه. وممدوح في الوقت ده طلع لها بحجة جديدة وقال لها إن هو جالها عند الشغل عشان افتكر إن هي عشان ما اتصلتش عليه يبقى في حد اعطر طريقها وإن ممكن يكون حصل لها حاجة. وطبعا ممدوح بعد شوية فضل يتكلم معاها عن جوزها وحياتهم، وفضل يقول لها كلام كتير بحيث إن هي تكره جوزها، وقعد يفهمها في الوقت ده إن جوزك مالهش الحق يسألك أنت رحت فين أو جيت من فين، لأن أنت اللي بتصرف على البيت في كل كبيرة وصغيرة. وقال لها كمان إن لو أنت اللي كنت مشلولة كان جوزك ده طلقك ومعبركش، لأن هو أساسا باين عليه مش عارف قيمتك. وطبعا كل ده كلام جاي وراه خبث تقيل جدا. وفي اليوم ده تحديدا فتحية روحت على بيتها وهي معبية على آخرها من جوزها، وأول ما دخلت البيت وجوزها سألها من تاني أنت اتأخرت ليه؟ اتفتحت عليه بالشتايم والزعيق لدرجة إن هي وصل بها الحال إن هي بتعايره عين عينك قدام ولادها. وطبعا ده كله وهي عمالة تنقص من رجولة جوزها قدام كل ولاده. وطبعا لو هتيجي تبص في الأول وفي الآخر ده كله بسبب كلام ممدوح الخبيث، وبكده يكون ممدوح وصل للي هو عاوزه. المهم ان بعد كده فتحية سابت جوزها وولادها ودخلت على اوضة من ضمن اوض البيت الفاضية، واتصلت على ممدوح في الوقت ده وقعدت تتكلم معاه فترة كبيرة جدا وحكت له على اللي حصل بينها وبين جوزها. وممدوح كمان قال لها ان هو مش مرتاح في مراته وعاوز يطلقها. وبعد كده فتحية اتعودت ان ممدوح كل يوم بيجي لها عند الشغل وان هو بيفضل يتكلم معاها بالساعات. وجوز فتحية في الوقت ده من كتر ما هو زهق يسأل مراته انت اتأخرت ليه او كنت فين، بطل يسألها عن اي حاجة وقعد سايبها براحتها. ونيجي هنا بقى لمرات ممدوح الاساسية. مرات ممدوح عادت بتلاحظ ان جوزها عاد بيرجع من الشغل في اوقات متأخرة جدا، لا وكمان اخدت بالها ان هو نادرا ما عاد بيبقى معاه فلوس، وبدأت تشك في الوقت ده ان جوزها ممكن يكون على علاقة بواحدة تانية غيرها او ممكن يكون متجوز في السر وهي مش عارفة، وبدأت تدور وراه في كل حاجة، لكنها للأسف ما كانتش بتتلاقي أي دليل بيثبت إن هو على علاقة بواحدة تانية غيرها، لدرجة إن هي كان وصل بها الحال إن هي بتنزل تراقبه في شغله، لكن برضه ما كانتش بتتلاقي أي حاجة بتثبت إن هو على علاقة بحد، لكنها كانت أخدة بالها إن هو عمره ما كان بيرضى يسيب لها تليفونه، وكانت عارفة إن هو عامل للتليفون بصمة ومفيش أي حد يعرف يفتحه، فحاولت مرة واتنين وتلاتة إن هي تمسك تليفونه لكن هو كان بيرفض، وطبعا ده كان بيأكد شكوكها أكتر، لحد ما جت للنهاية وقصدت إن هي تبين له إن هي ما عادش فيه أي حاجة بتفكر فيها، لأن هو كان بدأ يعرف في الوقت ده إن مراته بتشك فيه، وهي أساسا كانت واجهته بالكلام ده. وبعد فترة مش كبيرة ممدوح حس واقتنع إن فعلا مراته صدقت إن هو ما بيخونهاش، لكنه ما كانش يعرف إن مراته بتخطط لحكاية كبيرة جدا، لأن مراته في الوقت ده كانت بتخطط إن هي هتحط له منوم في العصير وهتستنى اما هو يدخل في النوم وهتقوم ماسكة تليفونه وفتحها ببصمة صوابعه، وفعلا نفذت خطتها ونجحت. واول ما فتحت تليفون ممدوح جوزها اتصدمت من كمية الرسائل الكتيرة جدا اللي بينه وبين فتحية، ومن ضمن الرسائل دي شافت رسالة ممدوح كان كاتب لها فيها ان هو هيطلق مراته وهيتجوزها، واخدت بالها كمان ان فتحية في الوقت ده كانت كل شوية تتصل بممدوح وكأنها كانت متعودة ان هي بتكلمه كل ساعة، وكانت كل شوية مرات ممدوح بتكنسل في وشها. وفضلت مستنية اما جوزها فاق من المنوم اللي هي حطته له في العصير وجابت ولاده كلهم قدامه وواجهته بكل حاجة شافتها على تليفونه، لكنه في الوقت ده ما انكرش اي حاجة وقال لها ان هو بيحبها وهيتجوزها. وطبعا مراته في الوقت ده اتعصبت جدا جدا لدرجة ان هي قالت له في الوقت ده
ان انت لو عملت كده انا هسجنك بالوصلات اللي انا كاتباها عليك، وكمان البيت مكتوب باسمي، يعني مش هتعرف تطول مننا انا واولادك اي حاجة. وطبعا ممدوح في الوقت ده خاف وترعب جدا، لان هو في الاول وفي الاخر ملوش غير بيته، واعتذر لمراته وقال لها ان هو هينهي العلاقة دي حالا، لكن مراته ما كانش عاجبها الرأي ده وقالت له ان هو يتصل بفتحية ويجيبها البيت ويقول لها ان مراته وعياله مش موجودين اساسا. وممدوح ما كانش عارف مراته هدفها ايه من الموضوع ده، لكنه عمل كده وسمع كلامها. وفتحية فعلا ردت على ممدوح في التليفون، واول ما سمعت الكلام اللي هو قاله راحت له على البيت على طول، لكنها اتفاجئت هناك بمراته وعياله. واول ما دخلت البيت مرات ممدوح سحبتها على طول وقلعتها كل هدومها وفضلت تضرب فيها هي وعيالها. وكمان ما اكتفوش بكده، لا ده حلقوا لها كمان شعرها كله. والجيران في الوقت ده سمعوا صوت صريخ فتحية وطلعوا يجروا على الشقة على طول، وفضلوا يخبطوا عليها لكن محدش كان راضي يفتح لهم، لحد ما قرروا ان هم يتصلوا على الشرطة. وفعلا الشرطة جت في النهاية وقبضت عليهم كلهم، ولحد النهاردة محدش يعرف ايه مصيرهم واتحكم عليهم بايه. لكن اللي انا متأكد منه ان اللي اتظلم في الموضوع ده كله جوز فتحية واولادها. ما تنساش تقول لنا رأيك في القصة في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.